اللي في الهجوم مع تقدم الدفاع الزمالك، أربعة من لاعبي الترجي، والهدف 28-24 قبل دقيقة على نهاية المباراة. حسم الترجي أمر المباراة وأمر اللقب، حسم اللقب للترجي الرياضي، تسديدة خارج المرمى. أحلاها الفرحة محمد. مباراة مثالية صراحة للترجي الرياضي، تعامل جيدا مع المباراة الترجي دفاعيا هجوميا، حارس مرمى كبير، حارس مرمى في نهاره كيف نهائي البطولة العربية، ويحسمها الترجي، ومن حق لاعبي الترجي جماهيرهم بهذا التتويج الافريقي. 28-24 للترجي. اخر دقيقة تقريبا لم تلعب، اخر دقيقة لا من الترجي ولا من الزمالك، المباراة ما زالت ما انتهتش، والان تنتهي رسميا المباراة، ويتوج الترجي بالبطولة الافريقية. الف مبروك للترجي. على طول حنشوف 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 طبعا اصيل على هذا التألق، اصيل على هذا التألق. ممكن تكون هذه اول بطولة تنلعب برميات جزائية، لو انتهت هذا ممكن، لو انتهت، لكن هل فيها صرقة؟ باشا يا باشا يا باشا، شو عندك يا باشا؟ هذا الباشا وهنداوي موجود، الباشا وهنداوي، الباشا وهنداوي، خلصها الباشا، الباشا 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 الباشا، الترجي بطل العرب، الترجي يسرق المباراة، الباشا يا عم الباشا، في اللحظات والثواني الأخيرة، لكن الثواني انتهت، كانت الثواني انتهت، كأس البطولة تونسي، الترجي ياخذ الكاس.